بسم الله. شوف مع بعض عملية سيليكشن وعملية الفلتر في برنامج الايكو سيم او برنامج الماكرو ستيشن. هي نفس الفكرة. دلوقتي هاجي هنا من بيلدينج واختار الدرافتنج. لو هي مش موجودة معايا هبص هنا، ممكن يكون هي هنا محدد مثلا ارتكشر او ستراكشر، فمش ظاهرة معايا غير ارتكشر او ستراكشر. ده نوع مثلا ايه من التركيز على حاجة معينة. اقول له انا عايز البيلدينج ديزاينر، واجي تحت خالص اختار الدرافتنج واقول له انا عايز ارسم مثلا مربع، عايز ارسم دايرة مثلا، تمام، عايز ارسم لاين. وكل خلي بالك وانا برسم، هو انا برسم بالاكس والواي والزد، عشان كده مديني شكل المربع دلوقتي، تمام. ممكن اكتب رقم اوتوماتيك، احدد الاكس واكتب رقم زي ما انا عايز، تمام. هو كده محدد الاكس برقم معين. ممكن ادوس مسطرة يديني شكل الدايرة، بحيث ان انا اديله طول الضلع والزاوية اللي انا عايز اشتغل عليها، تمام. ممكن اروح كاتب مثلا زاوية 90 واروح اشتغل على زاوية 90، تمام، اثبتها منين واشتغل على الزاوية دي، تمام. ولما اخلص الرسم اروح دايس رايت كليك، خلينا نرسم برضو ارك، حد اول ضلع تاني ضلع، اهي دي الحاجة بتاعتي اهي. وممكن برضو اكتب الحاجة اللي عايزها، الريديس قد ايه، اللينس قد ايه، الستارت انجل قد ايه، الدايركشن. طيب دلوقتي رسمت شوية حاجات اهيت، هنبدأ بقى نشوف موضوع الفلتر وموضوع السيلكت. هختار سيلكت من هنا، ممكن ده هنا احدد عن طريقه، وبيديني برضو ان انا اسحب زي ما انا عايز، تمام. هنا ده ان انا اعمل على شكل مستطيل بالشكل دوت، او ان انا اعمل بعض الخطوط، تمام، او ان انا ارسم دايرة، او ان انا ارسم لاين. اي حاجة هتلمس اللاين دوت هتيجي معايا في السيلكت. انا هنا مختار جديد، يعني يلغي القديم، يعني لما انا هعمل سيلكت دوت هيلغي القديم. ده بضيف علامة زائد، بضيف، ده بطرح، تمام. ده الجزء اللي انا هعمله سيلكت هيعكسه، يعني مثلا عملت سيلكت ايه للجزء للاتنين دول، عكس الاتنين دول، تمام. يعني لو اخترت مثلا موضوع المستطيل دوت واخترت الاجزاء دي، تمام، اللي اتعمل له سيلكت قبل كده بيلغيه ويختار حاجه تانية، تمام. ده بيلغي السيلكت تماما، مبقاش في حاجه معموله سيلكت، تمام. العلامه السهم اللي تحت ديت ده بيديني مثلا اقول له انا عايز الارك كله، جاب لي الارك كله. طب انا عايز السيركل مثلا، تمام. اي عنصر موجود في اللوحه ممكن اروح مختاره. لاين مثلا، فين اللاين؟ اهو لاين، يبدا يجيب لي الحاجات اللي معمول لها لاين. ممكن اقول له انا عايز حاجه جديده، يعني لو انا اخترت حاجه الغي القديم، تمام، اللاين بس، اختار ارك يلغي اللي فات، اهو ده اللاين ارك، تمام. طيب ممكن اختار باي حاجه، ممكن بالالمنت كلاس، ممكن باللاين ويتس، تمام. دي حاجات بتديني الفلاتر زي ما انا عايز.